فضيلة الشيخ، هل ركعتي الإحرام واجبة أم مستحبة؟ ليس للإحرام صلاة خاصة على الصحيح من قولي العلماء، ليس للإحرام صلاة خاصة، ولكن إذا وافق الإحرام صلاة فريضة فإنه يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد ما صلى الظهر، فإذا وافق وقت إحرامه صلاة فريضة فالأفضل أن يؤجله إلى ما بعد صلاة الفريضة. أما إذا كان في وقت غير وقت الفريضة فإنه ليس عليه صلاة، بل يحرم بدون صلاة، وإن صلى فلا بأس بذلك زيادة خير، وإذا لم يصلي فليس عليه حرج وإحرامه صحيح.